حدد العمل الذي يقضي فيه السائق وقتا طويلا في السيارة. حلو. حدد العمل الذي يقضي فيه السائق وقتا طويلا في السيارة. سائق التاكسي. سائق التاكسي أكثر واحد يقضي وقت في السيارة هو سائق التاكسي. إذن شكرا أستاذ محمد. تفضل أستاذ أحمد وخلي أجي وياكم. ست عبير، أنت شو تقولين؟ سائق الباص الحكومي. سائق الباص الحكومي. سائق الباص الحكومي. نعم، سائق حافلة عمومية. وست نور، سيارة شخصية. سيارة الشخصية الخصوصية يعني. أي نعم. سيارة خصوصية. طبعا غلط، هذا شنو يفتر لازم بس 24 ساعة. استاذ قائد، سيارات الحمل. سيارة الحمل. سيارة الحمل يعني تريلر. نعم، سائق شاحنة نقل البضائع. ومعانا استاذ احمد مرة اخرى، منو بعد؟ الباصات العمومية. الباصات العمومية. سائق حافلة عمومية. سائق حافلة عمومية. إيه جاوبين. باص عمومي. أقول باص عمومي. الأسعاف. سائق سيارة الإسعاف. نعم، سائق الإسعاف. باقي ثلاث احتمالات تتعبير. سائق تاكسي، حافلة عمومية، سائق الإسعاف. وقت بالك. سيارات الأطفاء. الأطفاء. نعم، سائق الإطفاء. ست نور، سائق الشرطة أو الأمن. نعم، الشرطة أو الأمن. سيارة الشرطة. سائق سيارة الشرطة. نعم. باقي احتمال واحد وتأخذون السؤال كله. أستاذ قائد، سائق القطار. سائق القطار. احنا قلنا هذا خطأ، ما خلاني الكمبيوتر لين ايش دا أقول. لا أقول السؤال يقول حدد العمل الذي يقضي فيه السائق وقتا طويلا في السيارة. نعم، دا أسألك بس الوقت خلاص. نعم أستاذ أحمد، آخر احتمال عندهم خطأ واحد. نعم، وقت. باصات المدرسة. سائق باص المدرسة. إذن نروح إلى الشيخاني. ثلاث إجابات خطأ ومن حقكم تجاوبون على احتمال واحد من الاحتمال المتبقي، وإذا عرفتوه راح تكون النقاط اللي حصلوها الشمري لكم.